وفي هذا السياق أكد والي غرغل أهمية عملية الإحصاء، مطالبا سكان الولاية بالتعاون مع الفرق وإعطاء المعلومات الدقيقة لتسهيل تدخلات الدولة في كافة المجالات التنموية. عملية من أهم العمليات اللي تعدل الدولة ومن أصعبهم، أهميتها تتجلى كيف قلت بأن جميع اللي عندنا من المشاريع التنموية والتمويلات، المدارس والأطباب ونقاط المياه، هذا كامل له يعود معتمد على حصيلة هذا الإحصاء اللي يتعلق بالسكان والمساكن. وإذا عاد خطأ لا يتعود ذيك المشاريع وذيك المبالغ اللي وجهت له لا يتعود مشات في شيء خطأ، وبالتالي يلا يعود دقيق. راجين إن شاء الله على باتساع رقعة تلفونات وهذا كامل، عاد الناس على الأقل أكثريتها فاهم أهمية هذا الإحصاء، وعلى أنه النتائج الفعلية فعلا لهي تعطي انعكاسات إيجابية على التنمية وعلى المواطنين في الولاية. العامل الأساسي في نجاحه قلت على أنه هو على أن نوصله التحسيس إلى أبعد نقطة في المقاطعة وفي البلدية وفي الولاية.